جلسة للشاعر عزيز الرسام حضرها نخب مختلفة طرح من خلالها الشاعر مسيرته الشعرية والمغنات منها لعل أبرزها لا يا صديقي للقيصر كاظم الساهر وشلون ودعك يا العزيز وعبرت الشط على مودك. هاي الجلسة أضافت لي فتشي التقائي بالناس وتجديد إلي حتى يعرفون بأنه عزيز الرسام ما منقطع، هو مع الناس مالته، ومحبة الناس أنا أعتبرها كنز إلي، ودائما أنا يعني أنا أطمح لهذا الشيء وأنا اللي أركض وراه، يعني أريد الناس ألتقي بيها يعني تشوفني أشوفها تسمعني أسمعها أسمع رأيهم عني. عزيز الرسام هو رسام بالكلمات قبل أن يكون رسام باللوحات، تجد عنده الطيبة العراقية الأصيلة ولذلك ما يتحمل غربة، يعني أطول فترة يبتعد بها عن بغداد الحب 4 إلى 5 أشهر ويرجع. ولم يقتصر كتابة الشعر للفنان كاظم الساهر، بل كانت هناك أيضا إلى المطربين منهم مهند محسن بأغنية عزيز بس بالاسم، وماجد المهندس ومحمود أنور بعض من الحضور، أكد أن الرسام كتب الشعر بأسلوبه المختلف عن الباقي. أكو أعمال يعني بيني وبين الأخ عزيز اللي هي محمود أنور يا البردة صبغتها معنان، وأغاني كثيرة صراحة ألبومات. هو شاعر شاعر يكتب الكلمة الكلمة، يعني هو عنده طريقة ستايل خاص عند الرسام. تعرف أن عندنا شعراء كبار، لكن عزيز بصراحة يتميز بلون يعني نعرف بيها الموضوع، احنا نحتفي بيه، نحسسه انه هو فعلا قدم منجز، يحس انه هو يعني تعب وتعبه ما راح. بداية علاقتي بالشاعر عزيز الرسام في الثمانينات في بغداد في الإذاعة والتلفزيون سابقا، يعني ايضا كنا نلتقي يوميا، هو محافظاتي جمني الناصرية واحنا من بغداد، لكن قلت لك اللي قربنا هو شعر الغريب، شعره غريب مفرداته غريبة جدا، وكثير من الشعراء أرادوا أن يوصلوا لعزيز الرسام لهاي الروحية اللي عند عزيز الرسام، لكن ما وقفوا عند حد يعني. والشاعر عزيز الرسام ولد في الناصرية عام 1950، وهو متعدد المواهب في الرسم والتصميم والخط وكتابة السيناريست وملحن، وأصبح شاعرا، وهو شاعر متجدد مستعد بالتعاون مع جميع المطربين وخصوصا الشباب منهم. سيد الألم والنار علمتك عليا. لبرنامج صباح الخير يا عراق، ثامر الشمري، العراقية، بغداد.